نصابين حتى في أخذ أموال الناس بادعاء أن هذه حملات. شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات الحج الوهمية. نشوف وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. مساء النور يا فهد، أخبارك يا باشا؟ الحمد لله طبعا. طيب تمام والله. حبيبنا، حصلتك إعلان حج بدون تصريح موجود إن شاء الله. عندي 3 أشخاص. تمام. كم السعر؟ 3000 الفرد. وكم النهاية؟ 13000 في المكتب، وش نقصر معك إن شاء الله. عموم الزملاء، توفرت لنا معلومات عن طريق مصادرنا الخاصة عن قيام شخص بالإعلان عن حملات حج بدون تصريح. السلام عليكم. مساء الخير، اخبارك؟ ابو عبده؟ يوه. ابو عبده السلام عليكم. مساء الخير، اخبارك؟ مساك طيب، اخبارك؟ شعلومك؟ كل ما كلمتك عندي 3 اشخاص. تمام. ونبغى الحين. ترى ما معهم تصريح. ما فيش مشكلة، سلمت مكان ونحج ان شاء الله. طيب السعر؟ سعر زي ما اتفقنا 3000 بس يضمنوا ان شاء الله مكة ان شاء الله. طيب. قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية لترويجهما حملات حج وهمية في مكتب للنقل البري بادعاء توفير سكن ووسائل نقل إلى المشاعر المقدسة، وذلك بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. طبعا رغم التحذيرات، وأيضا طبعا لن ينجو أحد يخالف الأنظمة، خصوصا نحن نشوف الحملات الكبيرة اللي تقوم فيها الدولة لحفظ أمن الحجاج، وأيضا المحافظة على أن كل من يدخل الحج يدخل بتصريح، وذلك من أجل العدد، ومن أجل أيضا أن لا يكون هناك من يثير الشغب أو المشاكل داخل الحج. التصريح والأمور النظامية هي اللي تحفظ عليك حجك وأمورك بإذن الله، واللي إذا ما قدرت تحج السنة هذه بإذن الله يعوضك الله في الحج السنة القادمة. نروح لمنصتنا القادمة، منصة الإنستغرام.